يمكن التأريخ للكوميديا في مصر دون ذكر الثنائي الأشهر الفنان إسماعيل ياسين والكاتب والسيناريست أبو السعود الإبياري. بدأت علاقة ياسين والإبياري في أربعينيات القرن الماضي، وكان عام 1949 فارقاً في تلك العلاقة، حين قدم ياسين 18 فيلماً كان من نصيب الإبياري مجموعة كبيرة منها، مثل ليلة العيد وعلى قد الحافك وفاطمة وماريكا ورشال وعفريتة هانم. لكن هو مين فيكم العريس؟ العريس؟ ده هو. يا راجل انت بلاش قضية، حرام عليك، ده هو. وحياتك يا اختي وغلبتك عندي ولا عدمك، ان هو وشرف ابوك اللي ما عندي فكرة اشوفه ابدا، ده هو. وبعد ان وجد كلاهما ضالته في الاخر استمر تعاونهما في الخمسينيات، فقدما عام 1950 الآنسة ماما وآخر كذبة والبطل والزوجة السبعة، وفي العام التالي حماتي قنبلة ذرية وحبيبتي سوسو وبلد المحبوب، وفي 53 الحموات الفاتنات وبنت الأكابر، وفي 54 عفريتة إسماعيل ياسين، حتى اعتاد الجمهور على أن يلتقي ياسين والإبياري كل عام. يا نهار أبوك اسود، انت واد سهتني وكلت المتوفي. لو النبي يا معلم انا هدفعه بالسم مدودته. امال ايه الدم اللي على بقك ده؟ نبضه نبضه. وفي 1955 قدم الثنائي اشهر افلامهما اسماعيل ياسين في الجيش، الذي حضر عرضه الخاص الرئيس جمال عبد الناصر. لو غمض عين وقفت عين الاقيني بقيت على كتف سفين، وصبحت لواء وصبحت لواء، وعطية وزيزو ولسط حسين ياخدوا لي قوام تعظيم، واتنين اكمني لواء اكمني لواء. ثم تعاونا في حسن وماريكا واسماعيل ياسين في الطيران، واستمر تعاونهما في الستينيات حتى رحيل الإبياري عام 1969 ليلحق به اسماعيل ياسين بعد 3 سنوات. كويس كويس قوي يا اسماعيل. متشكر يا استاذ. بس ايه؟ عايزين كمان مره شويه احسن من كده يا اسماعيل. مش ممكن يطلع احسن من كده الا اذا مت. سكوت. كمان مره. رولو 25 واحد 12 مره. اذا كان فيكوا راجل يطلع لفوق.